الجزائر تؤثرهم تكون قاسية جدا. كرة ثابتة على تنفيذها علي فائز، تسديدة بعيدة. علي فائز يلعب كرة طويلة للأمام، يبعدها الدفاع بعد ذلك، لا زالت عراقية. عودة من جانب يوسف سعيد، خطيرة للعراق، وكرة يكون بشباك الامارات رحيم. هدف في توقيت صعب في المباراه، الهدف العراقي. شوفه مره اخرى، الكره من جانب عطوان، وبعد ذلك لم يكن هنالك تسلل، غفله من المدافعين. وينهم دفاع الامارات؟ وينهم دفاع الامارات في لقطه كانت سهله جدا للمهاجم مهند عبد الرحيم الذي يسجل هدفا في الاماراتي. لم يتقدم بهدف، ولكن أسود الرافدين عادوا وتعادلوا، وبعد ذلك يتقدمون بهدف ثاني، يقتربون أكثر من نصف النهائي، ينشرون الفرح عند أنصار